لدينا من رام الله مدير مركز المسار للدراسات نهاد أبو غوش، أهلا بك معنا سيد نهاد. إذا تصريحات جدلية يعني حقيقة، خصوصا من شخص ذو خلفية عسكرية يشغل منصبا في مجلس الحرب. كيف تقرأ تصريحات أيزنكوت؟ أسعد الله صباحكم، تحية لكم وللمشاهدين. نعم، تصريحات أيزنكوت مهمة بأهميتها مضاعفة. هذا الشخص خسر ابنه قبل أسابيع قليلة في الحرب، وبالتالي هو بات يمثل نموذجا للشخص الذي يضحي بأعز ما يملك في نظر الجمهور الإسرائيلي طبعا، ويشارك، مع أنه لا يطيق نتنياهو ولا فريقه الوزاري، لكنه يشارك بهذه الحكومة، حكومة الحرب، من موقع المسؤولية. فتأتي تصريحاته اللي تضيف إلى كم هائل من الانتقادات والملاحظات والمآخذ على طريقة إدارة الحرب وعلى أهدافها وعلى سياقها. وبالتالي هناك تقديرات متنامية كل يوم بأن هذه الحرب تنتقل من فشل إلى فشل، من إخفاق إلى إخفاق. في تحديد أهداف الحرب هناك فشل مركب، بعدم القدرة على إعادة أي أسير حتى الآن خلال 100 يوم، بعدم القدرة على وقف التهديد الذي تمثله غزة، وأيضا بالفشل في القضاء على حركة حماس. إضافة إلى ذلك هناك تخبط في طريقة إدارة الحرب، كل يوم نسمع عن مشادات بين نتنياهو وجالنت، بين هذين الشخصين والآخرين في الحكومة، بين نتنياهو واليمين المتطرف الذي يبتز الحكومة ويطالب بمزيد من الموازنات لأعوانه وجمهوره على حساب تكاليف الحرب. وبالتالي حركة الاحتجاجات الإسرائيلية التي بدأت فقط يعني من بالتركيز على عودة الأسرى وبدأت بأهالي الأسرى أصبحت تتخذ طابعا سياسيا. هم يطالبون بإقالة نتنياهو، لا بل أن بعضهم بات يطالب بإجراء الانتخابات خلال الحرب، وهذا أمر غير مسبوق على الإطلاق. يقولون لنرسل صناديق الاقتراع إلى غزة ولنجري الانتخابات. البعض يقول أن الانتصار الحقيقي لإسرائيل في هذه الحرب هي الإطاحة بنتنياهو، لا القضاء على حماس ولا استعادة الأسرى ولا شيء، إنما نتنياهو الذي قاد هذه الدولة من فشل إلى فشل ومن أزمة إلى أزمة، يدير حربه الخاصة لأنه يريد البقاء بالسلطة بأي ثمن، وبالتالي بات مستعدا لتوريط إسرائيل في مزيد من الأزمات الداخلية من جهة، وحتى مع الإدارة الأمريكية وأمام المجتمع الدولي، كما برز في المحكمة أو في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وأظهرت إسرائيل ككيان معزول متهم في قفص الاتهام يمارس جرائم الإبادة الجماعية. إذا تقول سيد نهاد أن حقيقة من يضع هذه الحرب بمسارها الحالي واستحالة توقفها الآن هو نتنياهو منفردا، أم أن هناك جانبا إسرائيليا واسعا ما زال يدعم الحرب القائمة في غزة من باب انتقامي؟ صورة الحرب الآن انتقامية، وكأنهم يحاولون إبادة الفلسطينيين من غزة لينتقموا ويعيدوا صورة الردع السابقة. لا، هو ليس منفردا بالتأكيد، يعني هناك يمين متطرف يدعمه ويهدده بأنه إذا أوقف الحرب يوما واحدا سوف ينفرط عقد الحكومة، كما أن هناك أوساط نافذة في الجيش، في قيادة الجيش أيضا تريد استمرار الحرب. لكن أقول أنا بكل بساطة أن الإجماع الذي بدأ في بداية الحرب واسعا جدا في إسرائيل بدأ يبهت بالتدريج ويخفت هذا الإجماع على الحرب وعلى أهدافها وعلى طريقة إدارتها. يعني لا أقول أنه بدأ يتفكك، لكن هناك معالم أنه الإجماع على الحرب لم يعد كما كان. طبعا هناك كثير من عناصر القوة بدأت بها إسرائيل الحرب، مثل الوقت. هي كانت تفترض أن الوقت مفتوح أمامها بلا نهاية، لكن بدأ عامل الوقت يضغط لغير صالحها. المقدرات الاقتصادية، إسرائيل دولة قوية اقتصاديا ولديها إمكانيات هائلة ودعم أمريكي، بدأ هذا يستنزف قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود ومواجهة التكاليف العالية جدا للحرب. بدأت الحرب بدعم دولي كبير، يعني بشرعية دولية من قبل كل دول الغرب، لكن هذا تراجع أيضا. وبالتالي كثير من عوامل القوة التي بدأت بها الإجماع الإسرائيلي طبعا على الحرب في البداية، كل هذه العوامل تراجعت، بحيث باتت هذه الحرب هي خيارات لبعض الساسة الذين يطاردون وراء مصالحهم الشخصية وليس وراء مصالح إسرائيل. هكذا هي الصورة. لا يعني ذلك أن باقي الإسرائيليين هم ضد الحرب أو ضد أهدافها، لا بالعكس، لكنهم يقولون لنعطي موضوع الأسرى الأهمية القصوى ولنوقف هذه الحرب الآن لكي نعيد لملمة أوضاعنا الداخلية
ونطيح بنتنياهو الذي بات وصفة للفشل التام لإسرائيل ولمستقبلها. وبالتالي كل مشاكل إسرائيل التي كانت قائمة قبل الحرب انفجرت من جديد. في البداية حاولت المعارضة أن تضع المشاكل جانبا وتقول دعونا نتحد في مواجهة أعدائنا، لكن هذا لم يصمد طويلا بسبب طريقة إدارة هذه الحرب وبسبب الفردية المطلقة التي يتعامل بها نتنياهو، والذي يعني أحيانا يقوم بإجراءات استفزازية من قبيل منع مثلا جالانت من الاجتماع برئيس الموساد والشباك، من قبيل عدم الإفصاح عن خطوة مهمة جدا هي التي أشار إليها الوزير بلينكين حين شكره لأنه أدخل بعض شاحنات الدقيق إلى قطاع غزة، فأخذ الوزراء ينظرون إلى بعضهم البعض، لا أحد منهم يعلم بمثل هذه الأشياء. منع مدير مكتب جالانت من دخول الاجتماع خلافا للتقاليد، وهكذا كثير من يوفد بعض المبعوثين المقربين منه شخصيا إلى عواصم الدنيا للبحث في قضايا الصفقات وما إلى ذلك دون أن يطلع أحدا. كل نمط إدارة نتنياهو يريد أن يستأثر بالقيادة، ربما يريد أن يسجل إنجازات شخصية لنفسه لكي يرمم شعبيته المتهاوية. سيد نهاد، أيضا بالنسبة لإسرائيل الدولة، بالنسبة لجيش الاحتلال، هل له لربما أهداف استراتيجية بعيدة المدى مع الفشل العسكري الذي نراه الآن واستحالة تطبيق الأهداف المعلن عنها حققها في غزة، ومنها على سبيل المثال أنه يقصف القطاع بطريقة وحشية تشير إلى أنه يريد تهجير الفلسطينيين وتحويل غزة إلى مكان لا يصلح للحياة؟ نعم، يعني هنا يعني لا شك تتقاطع الأهداف السياسية التي ترسمها الحكومة مع الأهداف العسكرية العملياتية التي يريدها الجيش. الجيش أصيب بلطمة كبرى في 7 أكتوبر بفشل أذرعه الاستخبارية وفشل الأداء وفشل الأسلحة وفشل منظومات الرقابة وال يعني التصدي المبكر والإنذار المبكر، وحتى فشل المقاتل الفرد في مواجهة المقاتل الفرد سواء في الاشتباك الميدان الذي يجري خلال الحرب أو حتى في 7 أكتوبر. كل هذه نقاط الفشل، يعني لا أذكر بأن المقاومة في 7 أكتوبر اقتحمت 22 وحدة عسكرية إسرائيلية من بينها قيادة فرقة غزة وسيطرت عليها وأخذت كثير من الضباط والجنود أسرى بالطريقة التي رأيناها جميعا يعني مرئية ومصورة. هذه كانت نقطة ضربة لا يمكن تعويضها مهما فعل الجيش، ولذلك الجيش الإسرائيلي يسعى بشكل بارز وواضح إلى استعادة قوة الردع، إلى استعادة صورة الهيبة التي فقدها من 7 أكتوبر. ويقولون هم على كل حال أنه سنحول غزة إلى ركام وإلى خراب، وأن من يفكر بالاعتداء على إسرائيل من لبنان سنحول بيروت إلى غزة وهكذا. فبالتالي هناك أهداف خاصة بالعسكريين الذين هم أعلنوا عن تحملهم مسؤولية الفشل، لكنهم يريدون أن يعني يعادل الصورة أو يعيد التوازن. لربما معظمهم بلا شك يفكر بمستقبل سياسي، لكن هذا المستقبل السياسي عليه وصمة الفشل الآن. أما موضوع التهجير فهو هدف سياسي بلا شك، يعني دعت إليه الحكومة الإسرائيلية لكنها اصطدمت بموقف رافض مصري وأردني وأمريكي، وأيضا اصطدمت بصمود المقاومة وصمود الشعب، فأعادت تكييف خطة التهجير من تهجير شامل إلى تهجير داخلي، وإلى خلق حالة مأساوية إنسانية في قطاع غزة تدفع الناس دفعا يعني لكي يصبحوا عبئا على البشرية جمعاء، إنه الناس يموتون جوعا وبردا ومرضا. وبالتالي هذا الوضع الإنساني، ما هي مسؤولية المجتمع الدولي تجاهه؟ إسرائيل تتنصل من المسؤولية وتريد أن تخلق حالة تدفع الناس يعني رغما عنهم إلى الهجرة. على كل حال هذه المشاريع العسكرية والسياسية تصطدم أيضا بحائط منيع. أنا أعتقد أن جلب إسرائيل إلى قفص الاتهام في محكمة العدل العليا الدولية، محكمة العدل الدولية، بلا شك هذه خطوة وسابقة تاريخية للمرة الأولى. يبدو أنها على الأقل وضعت حدا لمرحلة طويلة عنوانها الإفلات والعقاب، أي أن كل جرائم إسرائيل التي اقترفتها طيلة السنين باتت الآن تحت المجهر، والإحساس بأن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون أو أنها غير قابلة للمحاسبة. بالإضافة إلى مسألة أخرى مهمة، أنه نحن حتى نحن كبشر كأفراد فلسطينيين وعرب ومراقبين في كل العالم بتنا نعتاد الجرائم اليومية وكأنها أمر عادي، يعني حين نقول أنه استشهد اليوم 100 شهيد أو 200 أو 300 كأن هذا خبر عادي. جاءت الدعوة من جنوب أفريقيا لتقول لا، هذا ليس عاديا على الإطلاق،
تدمير المساجد ليس عاديا، تدمير المستشفيات ليس عاديا، تهجير السكان، قتل الأطفال، حصر الناس في سجن مغلق وحرمانهم من الدواء والطعام والماء، كل هذا كلها أمور ليست عادية، بل هذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي. وبالتالي إسرائيل فعلا هي الآن في مأزق حقيقي، يعني بصرف النظر عن القرار متى يصدر وكيف سيصدر، لكن بلا شك أن مرحلة جديدة بدأت، وهذه هي ثمرة صمود الشعب وصمود المقاومة التي تحملت الكثير الكثير الكثير. صحيح أن الحالة الإنسانية في غزة هي حالة غير مسبوقة، لكن يعني هناك قناعة بأنه يعني هذه الكلفة العالية التي دفعها الشعب لابد أن تتوج بإنجازات سياسية أقلها حق تقرير المصير والحرية والخلاص.